السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم. فيديو جديد وكانت جديد اليوم الخميس. الاونغن، هذا الاونغن فيهم الخيول الكبيره في العمر، يعني اصغر خيول هي 7 سنوات، والخيول الكبيره هي تقريبا 10 سنوات. وقبل ما نبداو الخوت في الكانتي ديال اليوم الغد ان شاء الله، ما بأس نهضروا شوية على الكانتي اللي دازت. الفافوري تقريبا جمعوا لي فافوري كامل، مات غير النف هو اللي مات في لي فافوري فقط. خيول ديال فيرمايلن كان عنده 11 وكان عنده 12، وكان 12 هو الدوزيام فافوري، وكان الأونز شوية اللي أنا كنفضلت الأونز ديما، داك العود الفافوري اللي ما كنحملوش انا، يعني ما هو اللي كيجي. هذا هو الاشكال ديالي. المهم الخوت، على كل حال كنعتذر الخوت على الدوز هذا، حيت انا ما انا قلت لكم اما الاونز اما الدوز، ما غاديش يجيبهم بجوج، وانما غادي يجيب واحد، واش الاونز واش الدوز، ولكن انا نفضل الاونز كعود دخلوا في سيليكسيوناو، وليزو السايدر ما جا فيهم حتى واحد. على كل حال الخوت، نهضروا على الكانتي ديال اليوم الغد. تقريبا نهضروا على البروميير بوطو، وغنهضروا على الدوزيام بوطو. الناف نو بارتو، الناف كان يخرج في الدوزيام بوطو، الناف عكس الفانسن تيكون من رقم واحد حتى رقم 9 تكونوا في البروميير بوطو. الأونغن لا، أونغن فيها من 1 حتى 8. على كل حال الخيول اللي غادي نختاروا الإخوان في البروميير بوطو، أول عود هو 5 سيزاريو بيلو فيليب توجار. العود دخل في البري رابيد ومرشح هو الخوت هذا يدخل في التيرسي. هذا العود، هذا العود الثاني الخوت، هو رقم 2 كوبسي دومينيك لوكنور. عود ريغيلي كان خسر اخر كورسه تروازيام، كان تغلب له الكنز البريزيدونتي. الكنز هو راه جاري معاه، جاري تا هو على دخل في على المره 15 البريزيدي. ممكن يجيو بجوج، ممكن يجيو بجوج. المهم الكنز والدو ولا كتجي فافورية، يقدروا يجيو بجوج خيول صحيحة. حيت رقم جوج عنده مع الصابل، مع الصابل عنده، حتى الكنز عنده مع الصابل، يقدروا يجيو بجوج. المهم خدينا 5 وخدينا 2 وخدينا 15، وغنزيدو الخوت رقم 4 تيزيغ ديفان. العود الوحيد اللي في البروميير بوطوم دي فيري كاتر بي سيونو. ممكن هاد الكات، ممكن درجة كبيرة يجي. غادي نزيدو الخوت 8 إلي ديجيال، الخيول ديال ديزوار جولي كتير زوار، ديسكاليفي 4 8 9 عنده واحد البوزيسيون شوية خايبة، مي العودي لما ديسكاليفاش غي يقول الكلمة ديالو، ويقدر يضرب التيرسي هاد العودة التمنية هادا. المهم اخوت، خدينا البرومير بوطو هو هادا، وغادي ناخدو حتى واحد العودة اللي يمشي كرو اوتسايدر، هو رقم 7 كالي دي بوسك. هادا نخليو في لا سوربريز هاد 7 هادا، دير البلاكيت في الانتيريور وفي البوستيريور. البلاكيت وقيل اول خطره غيدير البلاكيت هاد العود هذا، ومي في طونسيون الخيول اللي كدير البلاكيت اول خطره تنظن 7 البلاكي دي زانتيريور وفي البوستيريور. لهذا مي فيت اتونسيون من هاد العود هذا. المهم الخوت، تقريبا غنخليو في لا سوربريز، عنده 0 بوان في لا سانتيز، 0 بوان. كاينين تقريبا 5 ديال الخيول عندهم 0 بوان في لا سانتيز، 3 6 12 7 6. الا جات شي حاجه من تما راه غادي يخلص من المزيان، واخا يجيو دوك لي فافوري. الا جاو جوج من 0 بوان راه غيخلص.
هنا غنكتفي في البروميير بوتو. رقم ثلاثة الخوت الخيول ديال سوزا، تروازيام غانيو، كاتريام ديسكالي في ديسكالي في، خايف منه هاد العود الخيول ديال دو سوزا، يقدر يجي الخوت هاد العود هذا. انا ما المهم انا ما نخليه بين قوسين، نخليه بين قوسين، نخليه بين قوسين، نشوفوا واش نلقاو لي شي بلاصه عند الرقم ثلاثة ولا لا. دوزيام بوطو خدينا داك الكنز، اوبليغاتوار نسو هاد الكنز، مثلا اللي غيلعب واحد ست شوفو ولا هادي ضروري غيهز الكنز. هزينا الخوت كنا الدو والكات، والكات والسانك والسات والويت والكنز، غنزيدو واحد العود اللي كان مشعل عليه جون ميشيل بازير في الأونغن وكان دار سانكيام، غادي عليه دابا حاليا تيو دو فالديستان، تيو دو فالديستان كان دار مشى كان مشى في 67,000 أورو، يعني دار ان دوز دي فيري دي كات، كان مشى على نمرة كبيرة جو بونس على نمرة 13، كانوا داروا اونكيت وحيدوا عود ديال توفال ديستانيت وكان دخلوا هو سانكيام على نمرة 12. هنا حيدوا كارنافال دي فيفيير، كانوا حيدوا السبعة، كان عندنا الاوردر تي كانتي وكانوا حيدوا لينا السبعة، هذا كارنافال دي فيفيير. فيت اتونسيون من هاد العود هدا، الكاتيجوري عالية، كاتيجوري عالية، تقريبا كارنفال دو فيفير هو هدا الرقم سبعة هو اللي حيدوه، وكان جا العود ديال فانسون فيرم كان دار سيزيام ودخلو سانكيام فانسون فيرم. هاد العشرة هدا فيت اتونسيون، فيت اتونسيون من العشرة، نشوفو فين عطينا هاد العشرة هادا، ما عطينوش كاع بصفة نهائية، عطين دو كنز ويت تروا كات سانك ان نف. في الاوتسايدر عطين كاتورز ديس اون ست دوز سيس. غادي نشوفو كاع هاد لي شوفو اترونجي، شفنا العشرة جاي من 67، يعني هبط لواحد الكاتيجوري اللي هي شوية ضعيف على هذيك اللي كان مشى فيها. غادي نزيدو نديطاييو الخوت مزيان، ما بغيتش نبقى نخلي فيها الخوت. اخر كورسة مشى في 80، قاصحة لي 80، قاصحة لي 80، وكان ديسكاليفي، ديسكاليفي قيل في الديبار، مشى لي ماتيو ابريفار 23 تقريبا. هاد الديزوردر كان عندنا، الديزوردر اللي تتفرج في الفيديوهات راه غادي يكون كان جات فيها جوج 14 13 4 3، كان عندنا الديزوردر هذا، وكان مشى في لاكورس كورس ا، كورس ا يعني يعني الخيول القويه جدا 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 هي الكورس ا، وغدا ان شاء الله راه كورس سي، يعني كاين فرق ما بين ا وكاين بي وكاين سي. وغادي نشوفو حتى هاد الكورسة اللي كان دار فيها سانكيام، إنا كورس بي، يعني زاد هبطات ليه الكاتيجوري، يعني جرى في الأ ديس كاليفا وجرى في البي ودار سانكيام ودابا مشى للسي، يعني كاتيجوري ضعف من هاد البي والسي. ممكن هاد العشرة هو اللي ممكن يجي، أتونسيون من هاد العود ديال الفاسون فيرم، جو بونس هاد العود مشى عليه هو اللي كان مشى عليه بازير، ممكن هاد العشرة، ممكن عندي واحد النسبة ديال نسبة كبيرة باش يجي هاد العشرة. في الدوسيام بوطو كاين العشرة وكاين الخمسطاش، غادي نزيدو الخوت عود واحد، وكاينين الدقة كاينة حتى في هاد الأونز الخوت، ميلي مليونير، اتونسيو من هاد ميليو مليونير، اتونسيو هاد العود هدا، عود جاي من تقريبا السويد
جاري في الأونغن غانيو ان تريز، غانيو في التيران ان تريز، ولكن كاتيجوري تكون شوية ماشي هي اللي كما كتشوفوا على نمرة 11 غانيو. اتونسيون هاد الخوي ولادو، اتونسيون اتونسيون، نمرة 11 ربح، يعني راه عاود في المستوى، عاود في المستوى. غادي ناخدو الخوت ثلاثة ديال الخيول من هنايا، الكنز والديس والأونز، لا غير لا غير. غادي نحاولو كما كتشوفو الكورسة ديالو هي هادي، على نمرة 11 عاود في المستوى، عاود في المستوى، على نمرة 11 عاود سويدي. يقدر 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 يجي في الكانتيادا، عنده واحد نسبة كبيرة تا هو غادي يجي. اللي بقى لي ما بغيتش نبقى نكتر، يعني 15 10 11 دوزيام بوطو والبروميير بوطو زينة 2 والكات والسانك والست والويت، يعني 2 والكات والسانك والست والويت، خمسة ديال الخيل. غنحطو داك السبعة بين قوسين، غنحطو داك السبعة بين قوسين الخوت، مور اكس الا لقيتو لا باز، مور اكس الخوت. حيت الخيو اللي كت تدي فيرا اول مرة كان كتشكل خطورة. هاد السبعة هدا غادي اخر عاود غنقلبو هو هاد اولي رولز، اخر كورسة ديسكاليفي، جو بونس ديسكاليفي نو بلاسي في الأونغن، في الأونغن في 51,000 أورو، ما مديفيري ما والو. وغادي نشوفو شكون اللي مشى عليه، شكون اللي مشى عليه. كيمشى عليه اوفري على نمرة جوج، ما مديفيري ما والو. كورس تي يعني ضعيف الدوس، ضعيف الدوس، واخا ما مديفيري، واخا كان مشى مديفيريش، مشى في كورس تي، لهذا غنإليمينيو الدوس. غادي نهزو فقط الديس والأونز والكنز لا غير، ثلاثة ديال الخيول الديس والأونز والكنز. وغادي نمشيو للبروميير بوطو، غادي ناخدو الدو والكات والسانك والويت، أربعة ديال الخيول في البروميير بوطو، الدو والكات والسانك والويت، أربعة ديال الخيول وثلاثة الخيول في الدوزيام بوطو، وداك السبعة نحطو في لا سوربريز. و تيبقى داك الطروا الخوت اللي تيق فيه راه غادي يزيدو الخوت تما. الطروا نيفار فرانك لو بلو غالي على التعريف، ممكن الخوت هاد الطروا ممكن ما قلتش إليمينيه، ولكن تيبقى وارد على حساب، على حساب الرؤية اللي كنشوف، ما قنعنيش هاد العودة. الاخر كورس تقريبا درواتي ديسكالي في اراس ديسكالي في، وكان تلفيشي ديالو غانيو في 33,000 أورو. تمشي مديفيري ديفيري ديفيري ديفيري، دابا مديفيري غير رجل وحدة، تبقى بين قوسين الخوت. هادشي اللي كاين الخوت اليوم، دو كات سينك ويت ديس اون سكينز، سبعة ديال الخيول، وداك السبعة بين قوسين غنحطوه في لا سوربريز. هذا هو السبعة، أول خطرة غيدير البلاكيت، تيبقى بين قوسين. اللي ما عندوش السبعة غيزيد داك الدروا. هادشي اللي كاين الخوت، تحياتي لكم ومع السلامة.